يثيرون بعض الكفار إلى عند المسلمين في بعض البلدان أن حجاب المرأة هذا وخصوصا النقاب إلا عادة العرب. عرب أي؟ العرب عندنا آل تبرج قبل محمد. العرب قبل محمد آل فجور وآل مهانة، إلا القليل منهم. ما جاء بالحجاب إلا الدين، ما جاء بالحجاب إلا الأمين، ما جاء بالاحتشام إلا محمد عن ربه جل جلاله. هي مسألة عرب ولا عادة عرب. أصبح النساء في المدينة كأنهن الغربان السود بعد نزول آية من القرآن، ما هو عادة أحد ولا فعل أحد. فوجود هذا الخلل في الأفكار والنظرة إلى الحياة أنها صراع على المراتب وعلى المظاهر وعلى الأموال، تشبث أهل الكفر بكفره وأهل الفجور